أهلا بيكم. مساء اليوم انطلقت في دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي تحت رئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، واللي بيتولى أيضا إدارتها الفنية لهذه الدورة الناقد يوسف شريف رزق الله. دار الأوبرا استعدت بشكل خاص لاستقبال المهرجان بإنشاء مسرح خاص أمام المسرح الكبير لاستضافة الفعاليات واستقبالها، واللي هتستمر أو المقرر أنها تستمر لمدة 9 أيام بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. خلونا نرحب عبر الهاتف بالناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. أهلا بك يا أستاذ طارق. أهلا أستاذ أحمد، أهلا بك. تامر معاك. أهلا بك. أنا بكلم حضرتك عن انطباعك الأولي بخصوص حفل افتتاح الأسماء المكرمة، يعني شواهد أو يعني ملاحظات أولية بما أننا لسه في الساعات الأولى. مبهر في درجة خيال عالية، خروج عن الشكل التقليدي. أنا بحضر الافتتاح في دار الأوبرا من سنة 98. على مدى 20 عاما لم يحدث ولم يقدم افتتاح بكل هذا الإبهار. في حتى وانت داخل دار الأوبرا المصرية لأول مرة بنلاقي ستارة على الباب، على الباب اللي هو اللي على الشارع، وكأنك داخل على مسرح. في كمان على داخل بقى دار الأوبرا في المسرح الكبير أثناء العرض في درجة تقنية عالية في تنفيذ مقاطع تليق بفكرة 40 عاما، هي 40 دورة الحقيقة مش 40 عاما، على مهرجان القاهرة اللي بدأ سنة 76 وسقطت 3 دورات، فأصبحنا نتحدث عن 40 دورة في 43 عاما. فهي نوع من الاسترجاع التاريخي لما حدث سواء للمهرجان أو للسينما عموما. على المسرح كان فيه أكتر من فقرة فيها درجة عالية من الحضور ومن القلق، زي اللي قدمها ماجد الكدواني، وشريف منير عزف على الدرامز، شيرين رضا قدمت ليلى علوي، داوود عبد السيد وهو المخرج المعروف بيكرم النجم الكبير حسن حسني، فنان كبير جدا ولاقى الحقيقة درجة حب وتصفيق عالي. تكريم أيضا لقيمة وقامة عمرها 4 عقود من الزمان، هو يوسف شريف رزق الله، في تقديم الفن السينمائي المتعلق سواء من خلال التلفزيون أو المهرجانات، اللي هو كان دايما العقل الفني اللي وراء كل هذه المهرجانات. تمام. كان حتى الفنان حسن حسني لما طلع اتكلم يعني هو بيعلق على تكريمه، كان سعيد جدا انه بيتم تكريمه وهو حي، لانه في الحقيقه انه دي كانت ظاهره سلبيه جدا، انه دايما بنستنى الناس لما يتوفاها الله ونبدا نفتكرها ونحس ان هي كانت تستحق التكريم، ففكره تكريم الناس حياتها ده اكيد شيء مهم. طبعا، وانا رايي ان حسن حسني احنا هو الجائزه اسمها جائزه فاتن حمامه الانجاز، ولا يعني هو يعني بتبقى قدمت كتير، الا انه هذا الرجل بئر من الابداع لا يزال، يعني انا عامل عنه كتاب سميته لمشخصاتي. لانه بيلعب ادوار متعدده، هو جوكر تلاقيه موجود في اكتر من دور، ممكن يقدم 6 ادوار في نفس الوقت. لكن ما فيش ظلال تطلع من دور لدور، كل شخصيه لها ابعادها لها تفاصيلها. حسن حسني حاجة كده بقامة جاك نيكلسون في السينما العالمية. يقدم كوميديا، يقدم تراجيديا، هو في النهاية يتعامل مع الإنسان بكل تفاصيله. يمكن هو كان حظه سيء شوية انه تم حصره طول الوقت في دور الرجل الثاني او الثالث دايما في العمل، علشان كده ما حدش تعامل معاه لفترة طويلة على انه نجم رغم طاقته المهولة اللي حضرتك بتتكلم عنها، يعني ما خدش حقه. ده صح، ما تفرقش قوي. بس يمكن عطف الطيب المخرج الكبير كان عنده رؤيه في الحته دي، بدليل ان اداله دماء على الاسفلت سنه 93 او 94 وخد جائزه احسن ممثل، كان بنفسه ساعتها عادل امام ونور الشريف واحمد زكي ومحمود عبد العزيز، وانا كنت حاضر في المهرجان القومي للسينما المصريه. لطفي الخولي وده كاتب كبير كان هو رئيس لجنه التحكيم، منح حسن حسني جائزه افضل ممثل دور اول. فكان في مراهنه عليه ايضا، بس مخرجين زي عاطف الطيب، يعني حد يكون عنده لمحه مغايره في فكره النجم. يعني نقدر نقول من كده، يعني كلام حضرتك يبدو متفائل ان احنا نكون امام دوره استثنائيه تليق بالذكرى ال 40، ان هي يعني او الرقم 40 اللي بيحمله الرقم او هذا المهرجان.
برافو عليك استاذ سامر، انا شايف فعلا ان الدوره دي فعلا دوره ناجحه. محمد حفظي ككاتب وكمخرج وكمنتج عنده خيال غير كل اللي سبقوه، وعنده قدره بما انه لسه في مطلع الاربعينات من عمره، شايف كويس السينما، مذاكر كويس المهرجانات، عارف كيف يصيب الهدف. قدر لاول مره المهرجان 16 مليون جنيه مصري، يعني اقل قول 3/4 مليون دولار تقريبا كده، كويس قدر يضاعف المبلغ اللي بيخش، يعني اصبحنا بنتكلم على 40 مليون جنيه، اسف 40 مليون جنيه مصري، يعني حوالي 2 مليون او اكتر شويه دولار. فهو قدر حتى ياخد ضعف من خلال الرعاه، وده ما كانش بيحصل قبل كده، ياخد منهم دعم للمهرجان لاول مره. دايما الرعاه كانت بالنسبه ان مهرجان القاهره بالنسبه لها لا يساوي شيء لانه غير جاذب. لا هو بدا يجذب. اتمنى هو في بس نقطه واحده، فكره الجمهور، اتمنى انه الدوره دي تستطيع جذب الجماهير، لان المهرجانات لا تعقد لا للفنانين ولا للنقاد ولا للصحفيين، بالدرجه الاولى للناس. وكان طول عمره مهرجان القاهره كان دايما هو المهرجان الاكبر في الاقبال الجماهيري، تناقص هذا في السنوات الاخيره، لكن من ضمن مراهنات حفظي ان يعيد ولو جزء من هذا الزخم الجماهيري الذي كان يحدث في زمن حتى التسعينيات. نتمنى يعني الفئه الثالثه هي اللي بدانا نحس بتدهور دخول الجمهور. نتمنى ده يحصل. شكرا جزيلا استاذ طارق الشناوي الناقد الفني، ونسيبك بقى عشان تكمل يعني باقي فقرات المهرجان. وبنرحب ايضا بضيفنا اللي انضم الينا عبر الهاتف، الاستاذ شريف نادي، رئيس القسم الفني في جريده الاهرام المسائي. استاذ شريف اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني انا عايز اخدك في البدايه كده للمقارنه اللي منتظر ان تعقد بين مهرجان القاهره السينمائي وبين مهرجان الجونه اللي خلصان لسه من اسابيع قليله. ده طبيعي ان المقارنه هتحصل ويتشاف ايه اللي اتقدم هنا وايه اللي اتقدم هنا وشكل هنا وشكل هنا. تتوقع ايه؟ اعتقد ان الاداره الحاليه لمهرجان القاهره السينمائي نجحت بشكل كبير جدا في انها تكسر فكره المقارنه ما بين مهرجان الجونه ومهرجان القاهره السينمائي. اقترب بشكل كبير جدا من الشكل اللي كان عليه مهرجان الجونه، سواء في اختيار الافلام او سواء في المستوى الابهار في حفل الافتتاح او سواء في مستوى اختيار النجوم المكرمين. وطبعا لا يخفى على احد ان كان احد عوامل السلبيه في مهرجان القاهره السينمائي هو عزوف نجوم الفن عن حضور حفل الافتتاح وحفل الختام. نجح بشكل كبير جدا حفظي ان يدعو عدد كبير جدا من الفنانين، وده احنا شفناه بشكل واضح جدا في تكريم النجوم، ان كل فنان بيتولى تقديم جائزه زميله، بالاضافه الى 3 فنانين بيتولوا تقديم الحفل، ماجد الكدواني وشيرين رضا، وبالاضافه للاستاذ سمير صبري في بدايه الحفل. فاعتقد ان فكره المقارنه بدات يعني الكفه تتساوى الى حد كبير بعد ان كانت لصالح الجونه في الاعوام الاخيره. يعني يمكن استاذ طارق الشناوي لم كان معنا اشار لنقطه مهمه، هي نقطه الخيال، انه من يتولى رئاسه هذه الدوره هو شاب في بدايات الاربعينات، فهو بالتالي قريب من الجيلين، الجيل الاكبر والجيل الاصغر، مطلع على تجارب اخرى، بيحضر مهرجانات كتير، فبالتالي هو عنده خيال انه يقدر يعني يقوم بالدور ده. هل تفتكر انه اختيار محمد حفظي كان يعني اختيار ذكي وموفق؟ النهارده محمد حفظي اكد ان اختياره كان صائب جدا، ويعني كنت انا من الناس اللي في البدايه اللي كانوا مشجعين لفكره تولي حفظي، مش لفكره الخيال او لفكره سفره الدائم للمهرجانات كمان واطلاعه على السينما العالميه، ولكن لكونه احد صناع السينما، سواء في البدايه كمؤلف ثم بعد ذلك كمنتج، مطلع بشكل كبير جدا على السينما العالميه. فكره الترويج للمهرجان عالميا لاحظناه من خلال تواجد مراسلين لمجلات عالميه زي فرايتي وزي مش فاكر المجله الثانيه تحديدا، بس يعني وجدنا مراسلين اجانب، وده اللي كان بيقوم به مهرجان الجونه، ده اللي كان فكره الدوليه، فكره مهرجان دولي، وده اللي حرص عليه محمد حفظي في مهرجان القاهره السينمائي. فالى جانب فكره الخيال، حفظي اتعمل بشكل احترافي بحت، ما بصش وراه، بص ان هو عايز يعمل دوره ناجحه جدا جدا جدا، واعتقد من حفل الافتتاح واللي احنا شفناه على الشاشه التلفزيون كان واضح جدا جدا المستوى الابهار اللي احنا شفناه في حفل الافتتاح. طب يمكن بمناسبه ان احنا بنتكلم عن مهرجان للسينما يا شريف، في يعني تراجع كده الناس حاساه في اداء السينما المصريه في الفتره الاخيره، من حيث العدد، من حيث الجوده، من حيث كتير من يعني معاملات او معادلات التصنيف. هل المهرجان ده في افلام مصريه قادره ان هي تنافس الافلام الاخرى؟ احنا دايما
كان لافت انه مهرجان القاهره دايما بيكون متشال له فيلم كده مصري معمول له تقريبا نقدر نقول مخصوص علشان يكون هو اللي بيزق او اللي هو بينافس باسم مصر في المهرجان. الى اي ده مدى ده حاصل دلوقتي او في الفتره الاخيره بشكل عام؟ بالظبط، اعتقد ان نقطه الضعف الوحيده في مهرجان القاهره السينمائي هو الفيلم المصري. يعني لو لاحظنا في مهرجان الجونه كان عندنا فيلمين مصريين، اي نعم على هامش المسابقه ولكن كانوا موجودين. احنا عندنا فعلا في مهرجان القاهره السينمائي الفيلم المصري هو المشكله الاساسيه، واللي حاول حفظ انه يلحقها في اللحظات الاخيره من خلال مشاركه فيلم ليل خارجي للفنانه منى هاله وكريم قاسم عن طريق صديقه المخرج احمد عبد الله ان هو يشارك بالفيلم. اما على مستوى الافلام المصري احنا عندنا فعلا فكره هروب المنتجين بشكل عام، مش يعني مش مهرجان القاهره بس، هروب المنتجين بشكل عام من المشاركه في المهرجانات لاعتقاد خاطئ في وجهه نظرهم ان هو ده بيقلل من جماهيريه الفيلم. بالظبط، بيقلل من جماهيريه الفيلم، ولكن حفظي يحاول ينقذ الموقف يعني بقدر ما ان هو يشارك في المسابقه الرسميه فيلم يكون في فيلم مصري بينافس الافلام الدوليه. ده بالاضافه الى ان في فيلم مصري اخر اسمه جريمه الموبيليا، كانت طبعا المسابقه الرسميه اغلقت ابوابها. جريمه الموبيليا المخرج خالد الحجر ده بيشارك على هامش المسابقه الرسميه ولكن ليس في المسابقه الرسميه. فاعتقد احنا عندنا مشكله اساسيه في المسابقه في فكره الفيلم المصري، بالاضافه الى مشكله اخرى الى جانب الافلام، فكره الفيلم المصري مشاركه الفيلم المصري من عدم عموما، احنا عندنا مشكله اخرى هو مشاركه الجمهور المصري نفسه في مشاهده افلام المهرجانات. دي مشكله كبيره جدا، يعني اعتقد ان حفظي كان اكثر ذكاء انه يخصص جائزه قيمتها 20,000 دولار اسمها جائزه الجمهور. اعتقد ده كان نوع من تحفيز الجمهور على المشاركه وعلى مشاهده الافلام المهرجان سواء في دار الاوبرا او في سينما كريم. طيب يعني انت اتكلمت يا شريف عن انه بعض المنتجين بيبقى عندهم حسابات اخرى فيما يتعلق بالطرح في المهرجان، ده ممكن يحرق الفيلم او يقلل منه او ما الى ذلك. لكن احنا بنتكلم بشكل عام بقى على صناعه السينما المصريه في الفتره الاخيره، هل هي الى تراجع ولا الى تقدم؟ لان انا شايفه انه لو افترضنا حتى انه كل الاعتبارات دي مش موجوده، هنفترض ان احنا نجيب الافلام اللي اتعرضت اخر سنه ونشوف احسنهم علشان يعرض في المهرجان، برضو مش هنلاقي الحاجه اللي هي اللافته او اللي هي قادره تنافس في المهرجان، حتى لو جبنا اكثرهم تحقيقا للايرادات، فهو المستوى الفني ممكن يكون في مشكله. بالظبط، في رايي ان السينما المصريه يعني بدات تصحى من الغفوه اللي كانت فيها لحد كبير، بس مع قله عدد الافلام، لان في ظل ارتفاع اجور النجوم وارتفاع اجور الفنيين عموما بشكل عام والمعدات الفنيه ادى الى قله عدد انتاج الافلام بشكل كبير. لكن في الوقت نفسه في المقابل احنا بنلاقي جوده في مستوى الافلام، يعني خلينا نتكلم على حرب كرموز، خلينا نتكلم على هروب اضطراري، خلينا نتكلم على تراب الماس، خلينا نتكلم على افلام كتير بدات تحقق يعني بيبقى عندها المعيارين، المعيار الفني والمعيار الجماهيري، وده كويس جدا. يعني احنا شفناه، لكن في الوقت ذاته احنا بدانا نشوف قله كبيره جدا في عدد الافلام. ده ناتج الارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه يعني. وده اللي هيلقي بظلاله باذن الله على سوق الدراما في رمضان الجاي، ده اللي هنشوفه اصلا. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا شريف نادي رئيس القسم الفني في الاهرام المسائي، شكرا جزيلا على هذه الملاحظات.